بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي نعمل سامبل داتا فور اكزامبلز بتاعتنا. عايز ادخل شويه بيانات كده واعمل شويه كلاسز، هبدأ اعمل عليها التمارين بتاعتي او الشرح اللي انا عايز اشرحه على الاي ان كيو. فهاجي اعمل مجموعه من الكلاسز، اخش على كلاس دايجرام. سيبك من الديفلوبر، ده المثال اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت، كان بس مثال توضيحي. انا عايز دلوقتي اعمل يعني في شويه بيانات هبدأ اشتغل عليها. اخش على كلاس ديزاينر وانزل اول كلاس عندي. الكلاس بتاعي ده هسميه كاستمر، خلاص، واقول له اوكي. وعندي كلاس تاني هسميه اوردر، واقوم دايس على اوكي. وعندي كلاس تالت هسميه برودكت، وادوس على اوكي. انا عندي 3 كلاسز. هاجي على الكاستمر منهم واقول له والله انا عايز اعمل كلاس ديتيل بتاعتك، هعمل له فيلدز واعملها بابليك برضو للاختصار. الفيلدز بتاعتي هي المفروض بروبرتيز جو يعني، ويبقى في ماشي ما علينا. فيلدز للكاستمر هسميها مثلا نيم، والتايب بتاعها هيبقى سترينج، وخليها برايفت. ماشي، خلينا نمشي مظبوط. سيتي، والسيتي هيبقى سترينج. و انا طبعا هسميهم عشان دول بروبر، دي متغيرات بتاعتي، هخليهم ابداهم باندر سكور كده، اندر سكور نيم، وهنا اندر سكور سيتي، واندر سكور كانتري، خلاص، او كانتريز، مش كانتري بس، دي نوعها هيبقى ايه، مش هيبقى حاجه من دول. انا عايزها تبقى انيميريشن، عشان هو بيختار الكانتريز اللي عنده مجبر يعني واحده من دول. ادخل اني اعمل انيميريشن، اقول له انيميريشن دي هسميها كانتريز، خلاص دي الانيميريشن بتاعتي. و الكانتريز طبعا عباره عن ممبرز بس، فاقول له مثلا ايجيبت، و مثلا كويت مثلا، والى اخره يعني. ممكن يختار، ممكن احط حاجه قيم كتيره بس انا مش عايز اطول. اخش على الكاستمر تاني، ودي يبقى دي الاندر سكور كانتري، دي بقى هقول ان دي نوعها من الكانتريز، خلاص تمام، نوعها كانتريز. وعايز اعمل اسوشيت الكاستمر دوت مع الاوردر، هنشوف هنأسوشيته ازاي. بس قبل ما اسوشيته اروح على الكاستمرز، عايز اعمل للبروبرتيز بتاعتي ديت، عايز اعمل لها، عايز اعمل الفيلدز ديت بروبرتيز بتاعتي. اعمل كليك يمين عليهم كده واقول له ريفاكتور، واقول له انكابسوليت الفيلدز، فكده هيعمل لي بروبرتي للاندرسكور كانتر اللي انا كنت واقف عليها. اقول له ماشي اوكي. وعايز كمان للسيتي، كليك يمين كده اقول له ريفاكتور، واقول له انكابسوليت الفيلد بتاع السيتي اوكي. والنيم كليك يمين واقول له ريفاكتور وانكابسوليت الفيلد اللي اسمه اندرسكور ويعملوا نيم اوكي، خلاص كده تمام. وعايز ادي كده الكاستمر. بعد الكاستمر انا عايز اعمل اسوشيت ما بينه وما بين الاوردر، ان الكاستمر بيقدر يوصل للاوردرز بتاعته، اسوشيت الكاستمر بالاوردرز. طبعا دي كلها عباره عن بروبرتي. لو جيت تحتها كده، فتحت الكاستمر كلاس كده، هتلاقي ان هو زود لك ميثود اسمها او بروبرتي اسمها اوردر، اسميها انا اوردرز عشان اللخبطه، من الكلاس اللي اسمه اوردر بتجت وبتست ايه اوردرز. طبعا احنا عايزين نعمل لها فيلد، نعمل لها مثلا فيلد. انا عايز اجمع فيلدز مع بعضها عشان ما يبقاش الكلاس بتاعي كده مبهدل. ادي السيتي، وادي البروبرتي بتاعت النيم، وادي البروبرتي بتاعت السيتي، خلاص، بتاعت النيم، بتاعت السيتي، المتغير بتاع الكانتري، ماشي. وادي والفضل بتاع الاوردرز برضو هعمل له برايفت اوردر، نسميه اندرسكور اوردرز، خلاص.
وادي الايه الاسوشيشن بتاعته اسمها اوردرز من الكلاس اسمه اوردر، بس انا عايزه تبقى اري اوف اوردر. اري اوف اوردر لان اليوزر بيبقى ليه مجموعه من الاوردرز، صح كده؟ ليه مجموعه من الايه؟ من الاوردرز اللي جواه. طبعا لما يجي يست القيم بتاعته سبتها جوه الاندرسكور اوردرز هتساوي الفاليو او الفاليوز اللي هو باعتها. لما يجي جيت لما يجي ريتيرن هيريتيرن ليا الاندرسكور اوردرز اللي موجود. خلاص كده اكون قال لي البابليك اوردر، تقول لا بابليك اوردر بس دي اري اوف ايه؟ اري اوف كلاس اللي اسمه اوردر. خلاص كده اري اوف كلاس اللي اسمه ايه؟ اوردر. وكده اكون عملت اسوشيشن ان كده الكاستمر بيروح لميني اوردرز، بيروح لميني ايه؟ اوردرز. تعالى بقى للكلاس بتاع الاوردر بتاعنا، اخش برضو اعمل له مجموعه من الفيلدز، هقول له مثلا اندرسكور كوانتيتي ودي هتبقى انت، واندرسكور شيبد شحنت ولا لا، وديت هيبقى بوليان اسمي اه ولا لا، والمانث اندرسكور مانث اللي هي تشحن فيه، وده هيبقى سترينج اسم المانث، و طبعا انا بعتبر ان الاوردر دوت يعني طبعا الناس بس ما تعلقش ان هو يعني اقصد ان هو بقى اوردرز وفي اوردرز ديتيلز وبتاع كلام من ده، انا بس الاوردر ده بالنسبه لي اللي هو رو رو كل رو في برودكت معين، كل رو في برودكت معين. المهم هقول برضو هزود عايز اعمله اسوشيت مع البرودكتس، ان كل اوردر بالنسبه لي مش اوردر، كل اوردر ديتيل يعني طالعه بالبرودكت طالعه للبرودكت، فقوم جاي هنا عامل اسوشيشن مع الاوردر مع البرودكت، بس مش هعملها اري اوف برودكتس بقى كل اوردر فيه برودكتس، اعمل كل اوردر ببرودكت يعني للتبسيط او للمثال ان انا يعني اوريك ده واوريك ده يعني. بعد كده طبعا خلاص عايز دلوقتي اروح اوصف، لو عايز برضو اعمل ان هو على اخش على الاوردر واقول له عايز، طبعا دي الميثود دي بتاعت البرودكت برضو اعمل لها متغير برايفت برودكت، ده البرودكت اي دي يعني هيبقى انت للاي دي برودكت. خلاص كده وعايز طبعا دي خلاص البروبرتي بتاعته، المفروض بقى هي بالجيت هتريتيرن ليا خلاص اسمه اندرسكور برودكت اي دي، ترن ليا الاندرسكور برودكت او الاي دي بتاع البرودكت، وما تيجي هتست جوه الاندرسكور اي دي برودكت اي دي برودكت هتست لي الفاليو هتتبعت. تمام طبعا ده نوعه مش برودكت، ده برودكت اي دي رقم اي دي بس بتاع البرودكت، مش عايز يبقى نوعه برودكت او نوعه انت بس كده، انا فصلت الاسوشيشن خلاص هو كده بقى مجرد بس الاي دي بس خلاص، مش لازم ممكن برضو نخليها زي ما هي عادي برودكت، وده يبقى برضو نوعه برودكت وخلاص، وبلاش اي دي هخليه اندرسكور برودكت خلاص كده، وهنا يبقى الاندرسكور هيتحط جوه الاندرسكور برودكت، وهنا اندرسكور برودكت هياخد الفاليو على طول. فضلنا نعمل برضو بروبرتيز للكوانتيتي والشيب والمانث. المانث كليك يمين واقول له ريفاكتور انكابسوليت الفيلد دوت سميها مانث، ماشي اوكي، عمل لي ادي البروبرتي بتاعتي، قلت له حطها لي تحت بعد البروبرتي بتاعت البرودكت، قلت له عايز الشيبد ريفاكتور انكابسوليت الفيلد، قال لي اعمل شيبد، قلت له ماشي، قلت له هات لي البروبرتي ديت وحطها لي هنا، وفضل لي الاندرسكور كوانتيتي ريفاكتور وقال له انكابسوليت الفيلد كوانتيتي، اقول له اوكي، وادي البروبرتي بتاعت الكوانتيتي ديت احطها تحت هنا، وبكده اكون خلاص خلصت الكلاس بتاعي بتاع الاوردر خلاص.
كلام جميل. فاضل لي الكلاس بتاع البرودكت. الكلاس بتاع البرودكت هخففه خالص. كلاس البرودكت اتاكد ان انا واقف على كلاس البرودكت، واخش على الفيلدز بتاعتي، هما التو فيلدز بس، الاي دي والبرايس بس وخلاص، والاندرسكور اي دي برودكت خلاص، وده هخليه انت ماشي، والبرايس وده هخليها ديسمال، اتنين برايفت اخليه اندرسكور برايس، اندرسكور برايس. تمام، ده البرودكت بتاعنا. طبعا الاسوشيشن طارت، قلت له المفروض ما تطرش اسوشيت بكده، قال لي ان ديت لو جينا رحنا بصينا عليها عمل لي برودكت 1، قلت له لا مش برودكت 1، هتاسوشيت بتاعتك بالبرودكت بس، يعني لو جينا على البروبرتي دي وقال لي انا اسوشيت ببرودكت، قلت له لا بالبرودكت بس. بيقول لي اوريدي يوز، طيب ماشي، ما مش راسمها ليه؟ مش راسمها ماشي، لكن هي يعني منطقيا موجوده، يعني هي موجوده بس الرسم بتاعنا علق عليها لان انا مسحتها وكتبتها بالكود بدايه مش عارف ايه. ماشي كده، بالنسبه لي دي مش ملهاش اي قيمه البروبرتي دي، لان موجود عندي اختها اللي هي دي بس فاصله في الرسم بس بتاعت الكلاس دايجرام. ماشي، المفروض هي موجوده يعني. ماشي وكده خلاص، بس مضايقني ان هو مش عارضها بصراحه، مضايقني جدا. طب اعملها ازاي بقى عشان اصلح المنظر ده في العرض؟ اخلي دي برودكت 1 ماشي، اقوم جاي على كلاس دايجرام واقول له اربط، طبعا ده لفه ودوران عشان بس الكلاس دايجرام بتاعنا اللذيذ ده. قال لي خلاص انا هربط لك في برودكت، قلت له ماشي شكرا، هات لي كل البادي بتاع برودكت 1 ده وامسح الباقي ده خالص وخليه هو ده الايه البادي اللي هنا كده، اكون يعني ايه قفلنا لفه كده عشان الكلاس دايجرام يبقى صاحي معانا على الشغل بتاعنا. ماشي، وادي الايه الانيميريشن بتاعي. قبل ما ابدا املى البيانات بقى بعد الكلاس اللي انا هشتغل عليها دي، عايز املى البيانات شويه بيانات فيها. فمفترض انا نادي زي ما عملت قبل كده لو تفتكروا في الفورم بتاعتي في المثال اللي فات، عم بقى ايه اريو في الحاجه وابدا اعطي قيمه، القيمه اقول له النيم كذا والسيتي كذا واللانجوج كذا وامشي بقى. بس ممكن اعمل حاجه تريحني شويه، هعمل كونستراكتور جوه كل كلاس بياخد كل القيم بتاعته ويبعتها على طول، ياخد كل القيم بتاعته ويبعتها بشكل مباشر بدل ما انا اقعد يعني اخدهم واحده واحده. فاقوم جاي هنا على الكاستمر واقول له انا عايز اعمل جواك كونستراكتور، طبعا كونستراكتور اقول له بابليك من غير ما احدد نوعه ايه، بس لازم يكون نوعه اسمه كلمه كاستمر، افتح قوس واقفله وادي بدايته وادي نهايته. بس هو بيستقبل بارامترز، ايه هي البارامترز ديت؟ قلت له هيستقبل نيم و سترنج، الاول احدد نوعه سترنج نيم و سترنج سيتي و الكانتريز، هتبقى هيستقبل كانتريز سميناها كانتري كوما والاوردرز، وده نوعها الريف اوردر او الريف اوردرز سميها اوردرز خلاص. وفي الكونستراكتور بقى جوه داخليا هياخد كل القيم دي ويحطها في البروبرتيز اللي عندي اللي تحت دي، فاقول له this dot name اقصد بيها البروبرتي اللي عندي هتساوي النيم اللي اتبعت، هتساوي البارامتر نيم اللي اتبعت، وthis dot city هتساوي السيتي اللي اتبعت كبارامتر، وthis يعني الكونستراكتور اللي بره يعني الشاشه اللي بره، this dot country البروبرتي اللي بره بتساوي الكانتري عشان بس تشابه الاسماء بعمل بذس، تساوي الكانتري اللي هي البارامتر اللي اتبعت. الاوردرز هقول له ذس دوت اوردرز اللي عندي هتساوي الاوردرز اللي اتبعتت كلها كبارامتر سيمي كولون خلاص. ده الكونستراكتور بتاعي، هروح بسرعه اعمل كونستراكتور للاوردر برضو عشان يريحني. هقول له عايزين نعمل كونستراكتور بابليك هسميه اوردر، وادي بدايته وادي نهايته، هيستقبل مني
هستعمل مني الكمية ال quantity او تبقى int quantity و شيب ودي بوليان شيبد ولا لا كوما المانث وده سترينج او ممكن اخلي المانث انت خليه شهور وخلاص كده مرقمه عشان بس بلا تضييع الوقت يعني انت خلاص شهر واحد شهر اتنين وخلاص كوما وبعد المانث طبعا لازم كده اغير البروبرتي بتاعت مانث فين هي وخلاص دي خليها انت في البروبرتي بتاعته بعد المانث اقول له كمان الايه بعد المانث البرودكت ذات نفسه وده نوعه برودكت برودكت مسميه نوت ايه برودكتس وعايز اخد بقى الكوانتيتي واحطها جوه البروبرتي بتاعتي فاقول له this dot quantity بتساوي الكوانتيتي اللي جات لك كبارامتر this dot shipped shipped شحنت برضه هتبقى جايه من الايه من ال البارامتر اللي اتبعت لك this dot month هتبقى جايه لك من المانث اللي اتبعت كبارامتر واخيرا this dot product هتساوي البرودكت اللي اتبعتت لك كبارامتر بس ما تبقاش برودكتس برودكت برودكت احنا قلنا اوردر كلها كل اوردر هيشيل برودكت واحد ده في الافتراض بتاع المثال بتاعنا خلاص طيب وفاضل لي اخيرا اخر حاجه الكونستراكتور بتاع البرودكت ما عملنالوش اصلا ميثودز او ما عملنوش بروبرتيز اقول له انكابسوليت الفيلدز اقول له اوكي حط البروبرتيز تحت اندر سكور برايس كليك يمين اقول له ريفاكتور انكابسوليت الفيلد اسمه برايس خلاص وحطوه لي تحت كلام جميل ادي فيلدس هعمل كونستراكتور بابليك برودكت بيستقبل مني انت اي دي برودكت او برودكت اي دي وبيستقبل مني ديسيمال البرايس وادي بدايه الكونستراكتور وادي نهايته بداية الكونستراكتور بقول له الاندرسكور اي دي برودكت او ذيس بقى انا مش هشتغل على دول انا بشتغل طبعا على الميثود على البروبرتيز ذيس دوت اندرسكور ذيس دوت اي دي برودكت هي دي هتساوي الاي دي برودكت اللي مبعوت لك ذيس دوت برايس هتساوي البرايس المبعوث لكم كده اكون عملت كونستراكتور لكل الايه لكل الكلاسز اللي انا في الاكزامبل بتاعي وبعد كده عايز يعني املاهم بالبيانات شيل ده الديفلوبر ده خالص دلوقتي من ذاكرتك وعايز بعد كده يعني اعمل كويرنج على الكلام دوت بس قبل كده املاها بشويه بيانات عايز يعني املا الحاجات دي بشويه بيانات بحيث ان انا اقدر اسلكت عليها اسلكت منها بيانات فاجي اعمل فورم لنفسي تشتغل مع الحاجات دي وفي اللود بتاعها عاملاها املى الحاجات دي بالبيانات فممكن اقوم جاي من بروجكت اد نيو ويندوز فورم فورم 2 فورم 2 ماشي اوكي اد وفي اللود بتاعها عايز املى البيانات بتاعتي هقوم عامل من الكلاس اللي اسمه طبعا سايب الاول كله في حاجات مش سايبها واقوم اعرف مثلا كاستمرز او كاستمر سميتها كاستمرز ده بيساوي او كاستمرز بيساوي نيو اري اوف كاستمر افتح قوس ونهايه القوس في كل حته عايز احط كاستمر طبعا كل يعني ايتم عباره عن كاستمرز طبعا ده كاستمر برضو اعرفه كده كاري ممكن اكون اعرفه فوق احسن عشان يبقى متشاف على مستوى الكلاس بتاعي عشان اقدر اشتغل عليه فانا اعرف فوق
كاستمرز ودوت array of customer. واجي هنا اشتغل عليه على طول، اقول له كاستمرز ده بيساوي نيو كاستمر array of customer، وابدا ابعت الايه، ابعت القيم بتاعته، اقول له نيو اول واحد عندي هو نيو كاستمر عشان ده اول ايتم جواه، بس احط له على السخان كده افتح على طول، فيقول لي النيم والسيتي والكانتري والاوردرز على طول بشكل مباشر. اقول له ماشي، النيم بتاع اول كاستمر كوما السيتي بتاعت اول كاستمر مثلا جيزة، كوما 6 اكتوبر، وادي الكانتري قال لي كانتريز دوت ايجيبت، كوما الاوردرز بتاعته، فعايز اعمل له بقى اوردرز بقى يعني مجموعه من الاوردرز. مجموعه من الاوردرز دي ممكن تكون بتساوي نيو اوردر، وافتح قوس قال لي ابعت لي الكميه اللي عايزها، قلت له اول كميه 3 خلاص كوما ابعت لي هي شيبد ولا لا، مشحونه ولا مش مشحونه، ترو ترو شحنت، كوما شهر او شيبد نقول له مثلا فولس عشان عايز انوع تنويع معينه، فولس كوما شهر ايه، شهر واحد خلاص كوما قال لي برودكت، قلت له البرودكت ده عباره عن نيو برودكت صح، ممكن اعمل نيو برودكت على طول نيو برودكت، بص المفروض يبقى فيه اوردرز وفيه برودكتس يعني، بس انا عايز اعمل شويه بلاش عشان اشتغل عليها. نيو برودكت قال لي ايه البرودكت بتاعه، قلت له واحد كوما، قال لي البرايس بتاعته كام، قلت له البرايس بتاعته 10، واقفل كده اكون بعت له الاوردر، والاوردر طلب مني برودكت، اقفل كده الكوز بتاع الاوردر خلاص، واقفل كده الكوز بتاع الكاستمر خلاص كده، وكده اكون بعت له اول ايه، اول كاستمر عندي، اول كاستمر عندي. بس انا دلوقتي كده بعت نيو اوردر كده لغايه هنا كده نيو اوردر 3 وفولس وواحد، وادي البرودكت اللي هو يعني اشتغل عليه، بس انا مش عايز ابعت نيو اوردر، انا عايز ابعت اري اوف اوردرز ولا ايه؟ لو جينا بصينا على الكونستراكتور ده كان بيبعت له ايه؟ اري اوف اوردرز، بص كده معايا اهو في الهنت اللي بيطلع اخر حاجه اري اوف اوردرز، اقول له ما ينفعش نيو اوردر، عايز اقول له نيو اوردرز كده خلاص، اقوم افتح قوس بتاعي بدات ابعت 3 وفولس وواحد، بس كده انا محتاج ان انا اقول له اري اوف اوردرز واعمل لها انيشيت على طول، يعني ابدا اعمل انيشيت بالقوس ده، وادي نهايتي في القوس كل اوردر ابعته بنيو اوردر، يعني ده نيو اوردر خلاص، وادي قيمته اهي، ادي اول اليمنت نيو اوردر، وجوه النيو اوردر دوت نيو اوردر 3، سميت الاوردر رقم 3 او مش اوردر رقم 3 ده الايتم ده الكميه 3 والايتم 1 ومش عارف ايه، وبعت الايتم دوت خلاص كده، دي نهايه الكونستراكتور بتاعي اللي هو اهو هنا اهو، اخد كوما اقوم جاي على الايتم الجديد واقول له ده نيو اوردر تاني، افتح قوس المره دي الكميه مثلا 5 كوما، قال لي شيبد ولا لا، قلت له ترو شحنت خلاص، قال لي المانث اللي اتبعتت فيه او اتبعت فيه الاوردر دوت، قلت له 5 كوما البرودكت بتاعك، قلت له انزل سطر كده اقول له ذا نيو برودكت، افتح قوس قال لي الاي دي بتاعه ايه، قلت له الاي دي بتاع الاوردر دوت 2 بتاع البرودكت دوت 2، قال لي سعره كام، قلت له سعره 20، القوس كده اكون بعت الاي دي واقفل كده قوس كده الاوردر خلاص خلص كوما، واعمل نيو اوردر ثالث لو انا عايز، بس انا يعني هستكفي باثنين اوردر في الشخص الاولاني، يبقى في كده يبقى انا كده عرفت كاستمر وعرفت له
اوردرين، والاوردرين فيهم اتنين برودكت زي ما احنا شايفين كده. الاوردرين بتاعته فيهم اتنين ايه؟ اتنين برودكت. وبعد كده نهاية الايه المفروض ده قوس عامل كده، بس ان دي اري، دي بعمل انشلايز لمين؟ الاري اوف كاستمر. فعملت ده اول نيو كاستمر على فكرة لغاية هنا، يعني اول نيو كاستمر عندي. بس دي كده قفلت الاوردر واوردر، يبقى دي قفلت الاوردرز الاري اوف اوردرز اللي عملها. بعد كده عايز اقفل قفله القوس ده الري اوف اوردرز، اقفل القوس كده، ده بتاع مين؟ ده بتاع الكاستمر، ده اول كاستمر عندي، ده اول ايه؟ كاستمر عندي. اقوم واخد كوما او اقفل القوس بتاع الكاستمرز. يبقى كده انا عملت ايه؟ عرفت 1 كاستمر، عرفت 1 ايه؟ كاستمر. قلت له لا مش عايز اعرف 1 كاستمر، انا هاخد كوما واعرف كاستمر تاني، واعرف كاستمر ايه؟ كاستمر كان. لو عايز اعرف كاستمر تاني يبقى بنفس الطريقه دي، اعمل نيو كاستمر وابعت له برده البيانات، فاخد من دي كوبي عشان الوقت، وبيست الكاستمر الجديد واغير البيانات بتاعته، يبقى عندي عميل تاني. النيو كاستمر التاني سميه سابور، ومثلا كايرو كانتري ايجيبت. اول اوردر، اول اوردر هيعمله هيبقى مثلا، واعمل النيو اوردر بتاعي، الاوردر الاولاني اللي هيعمله الكميه اللي عايزها كانت 10 شيبت بولز، المنتج رقم واحد او مش المنتج رقم واحد بقى، دي ايه دي؟ مش فاكر انا، اقوم فاتح كده، ايوه اهي شيبت مانث، الشهر شهر 6 مثلا. نيو برودكت على مثيل، على سبيل المثال مثلا البرودكت اللي هو خده قلنا برودكت رقم واحد ده كان 10، تمام. ونيو اوردر تاني، نعمل له اوردر تاني هياخد فيه كميه 20 وهي شيبد شهر 9، المنتج اللي هياخده منتج رقم 3، والمنتج رقم 3 ده هيبقى مثلا سعره 30 بس. خلاص عايزين اتنين تو كاستمرز تانيين عشان المثال بتاعنا يكمل، تو كاستمرز تانيين. فانا هاخد كوبي من التو كاستمرز دول عشان ابقى سيتنج البيانات بتاعتي للاكزامبل او الاكزامبلز اللي احنا هنقوم عليها الشغل بتاعنا او الشرح بتاعنا. المره دي بقى هقول له بسمله مثلا، ساكنة مثلا في الزمالك، او بلاش نخليها دي بقى حاجه غير ايجيبت يعني، فمثلا دي هنخليها سليميه بس مش ايجيبت، مثلا كويت. خلاص ودي هنقول عامله اوردر، الاوردر دوت هيبقى مثلا عايز كميه 20 المنتج ماشي شيبد ولا لا؟ قلت له شيبد ترو، شهر وليكن شهر 9، و ده الاوردر الوحيد، نخلي ده اوردر واحد مثلا، نخلي البسمله دي بعت اوردر واحد، تمام. فاضل لي كده اخر كاستمر انا عايزه سميه حكيم،
البلد بتاعته هتبقى مثلا وليكن احمدي، وده برضو كويت، والاوردر بتاعه اوردر واحد، عايز منه كان عايز 5 او مثلا كان عايز 20 من المنتج، كم 5 اللي تمنه اصلا 50، تمام. لو قلنا دوت كان كام، كنا عايزين 20 وكان شيبد وكان في شهر 9 والمنتج كان منتج رقم كام، رقم 1. انا اخلي دوت 3، خليه منتج رقم 3، وانا بحدد بيانات معينة عشان اقدر ابقى متوقع النتيجة يعني بتاعتي. وادي الاحمدي والكويت، ماشي. الاوردر كان طالب فيه 20، هو مش شبد ولا حاجة، وكان الشهر شهر 6، ونيو برودكت اللي كان طالبه هو برودكت رقم 5، وكان عايز فيه او الخمسة ده اصلا كان ب50 مثلا. وادي بس هو اوردر واحد اللي كان عامله، كان عامل اوردر واحد وخلاص يعني كده كفاية كاستمرز بتاعتنا. في مشكلة عندي كده ناقصة في الاقواس، القوس بتاع نهاية الاوردرز، ده نيو اوردر، وادي بياناته، وادي قفلة القوس بتاعت النيو اوردر. اقفل القوس كده للاوردرات، خلاص ده القوس بتاع الكاستمرز اللي وقفنا عليه كده، اللي ده كله ده القوس، قفلة القوس الاساسي بتاعنا بتاع النيو كاستمر دوت. وادي قفلت الايه، ايه ده غلط، وادي قفلت الايه النهائي بتاع الكاستم، مجموعه الاريو اوف كاستمرز الموجود عندي. ضفنا المنتجات البرودكتس، انا عندي اوردرات، مجموعه اوردرات المنتجات اللي عندي، منتج واحد ومنتج واحد تاني، منتج ثلاثة، في منتج مثلا ثلاثة تاني، وفي منتج 5. ممكن يكون عندي مجموعه من المنتجات التانية اللي ما بتخشش فيها بيانات، يعني ممكن اعمل برودكت مثلا اعرف، برضو اجي اعرف فوق ان هوت برودكت، ده اريو برودكت واسميه برودكتس، خلاص. واجي تحت انشئه واعبي فيه برضو شويه بيانات ممكن تكون مش مستخدمه او ما اتباعتش، يعني اقول له برودكتس، خلاص. لا بقى مش برودكتس، برودكتس خلاص. دي بتساوي نيو array of products، new array of products، وافتح قوس كده اقفله تحت. بالنسبه لي طبعا اللي اتضافوا دول خلاص، اللي هو المنتجات دول تعتبر اتضافت خلاص. المنتجات دي قلنا واحد مفيش اتنين، عايزين نضيف منتج نيو برودكت، ادي واحد، وادي نيو برودكت اتنين موجود، وادي نيو برودكت واحد تاني مش مشكله، برودكت ثلاثة، وبرودكت 5. عايز اضيف شويه برودكتس ثانيه مش موجودين، هقول له نيو برودكت وافتح قوس، قال لي اديني رقم البرودكت والسعر بتاعه، قلت له والله احنا عندنا 1 و2 و3، عايزين 4، و4 ده 40 كوما، ونيو برودكت ثاني 5 موجود، اقول له 6 وسعره 60، خلاص كده انا عملت سيتنج لكل البيانات اللي انا كنت اللي انا ممكن استخدمها في البرنامج بتاعي. بس قبل ما ابدا اقول ناخد تمارين، اما اعمل رن كده او ستارت بيشغل الفورمه الاولانيه اللي احنا كنا مبرمجينها زمان، عايزه يشغل الفورمه الجديده دي بقى اللي عشان اللود فيها بيملى بيانات للكلاسز. طبعا هو مش هيشغل، هيشغل الفورمه الاولانيه، فانا هروح على السوليوشن اكسبلورر واقول له اظبط ان الفورمه 2 هي اللي تبقى بترن مش الفورم 1، انا عايز الفورمه 2 دايما هي اللي هتبقى بترن. فاقوم جاي على الاقي كلاس عندي اسمه بروجرام، هو ده اللي بيقوم البروجكت بتاعي، هلاقي ان هو بينادي فيه على نيو فورم 1، تقول لا خلينا نادي على نيو فورم 2 هي اللي تبقى الشغل الشغل بتاعتنا. لما اجي بعمل رن
زي ما احنا شايفين كده بيقوم لي ادي فورم 2، والمفروض دلوقتي الكلاسز موجوده والبيانات اللي فيها موجوده. انا كده عملت السامبل داتا فور اكزامبلز اللي احنا عايزين نشتغل عليها ومليتها بالبيانات بحيث نقدر نشتغل عليها ونعمل ايه بقى كويرينج زي ما نشوف في الامثله اللي جايه ان شاء الله.